انجازات الشباب بالفتره الاخيره قاعد نشوفها وايد، وحب التحدي عندهم خصوصا طلبه الجامعه سواء في جامعات الكويت او كليات الكويت، وقاعد نشوف انجازاتهم في الفتره الاخيره. عشان كذي استضفنا اليوم في هذه الفقره طلبه في جامعه الخليج. معانا عبد الله شربتي رئيس نادي المناظرات في جامعه الخليج، حياك الله. الله يحييك. وايضا معانا ابراهيم الفويرس عضو نادي المناظرات في جامعه الخليج. حياك الله. حياك الله. وايضا معانا شوق عبد السلام عضو نادي المناظرات في جامعه الخليج. الله يحييك. تسلم. منورين في البدايه. اول شيء كلمنا عن النادي وفكره النادي ومتى تاسس وشنو فكرته؟ نادي المناظرات في جامعه الخليج تاسس عام 2013 على يد اخوي يوسف القطان وحمد الخضري. بعدها نادي المناظرات عندنا احنا يعني مبادئ واهداف نحققها حق الطلبه. كسر الحاجز، حاجز الخوف يعني، زيادة الثقة بالنفس، نعطيهم الثقة والدافع بأنهم ممكن يشاركون معنا في دور المناظرات والفريق. فهذه أهم أهداف يعني نادي المناظرة. إنزين إبراهيم، لو تكلمني عن دور النادي نفسه، شنو يقدم للطلبة بشكل عام؟ النادي يعني هو أكثر من بس تدريبات حق المناظرات، يعطيك الثقة أنك يعني أنت كثر ما تقدر إذا تعرف. في ناس وايد ما يعرفون يتكلمون، ما يعرفون يتواصلون، عنده الطاقة، عنده القوة، يعني عنده يقدر يتكلم، عنده معلومات، عنده التفكير، كل شيء جاهز فيه، بس انه مو عارف وين يوصل. احنا بس نخلي هذا الحاجز، نخليه هو يطوفه. يعني احنا كنا الجايد. اي احنا الجايد له بس عشان يطوف هذا الحاجز ويقدر يعني يتواصل. تدعمونه. دعم لما يوصل ان شاء الله. شوق ذكر عبد الله مجموعة اهداف، ولكن لو نبي نركز الهدف الاساسي اللي تسعون له في تحقيقه خلال المناظرات. بسم الله أول شيء. ثاني شيء، إحنا دائما ما عندنا لمت في المناظرات، دائما نبي ننجز شيء أحسن، دائما نبي نوصل بالمناظرات حق مستوى أحسن. خلينا اليوم مركز الأول، ما فيها مشكلة نحن نشارك المرة الجاية وناخذ هم مركز ثاني، يمكن نتوسع، يمكن والله مو بس بالوطن العربي أو بالخليج، ممكن بالعالم نشارك. صحيح. فإحنا ما عندنا لمت حق إنجازاتنا، كل مالنا ننجز شيء جديد، حتى ننسى إحنا شنو رغبتنا الأساسية. من كثر ما ننجز وايد يكون رغباتنا متعددة بالإنجازات. أعتقد عندكم حب. إيه بالضبط. إحنا أسرة. إحنا أسرة نادي المناظرة. حبيت كلمة الأسرة. شكرا. يعطيك العافية. عبد الله، الكؤوس اللي قاعد نشوفها عندنا في الاستديو هني، يا ريت تكلمنا عنها وعن هذه الإنجازات. أول كأس حصل عليه نادي المناظرات في جامعة الخليج اللي هو الكأس أو الدرع هذا من مملكة البحرين، المركز الأول بدور المناظرات باللغة العربية. خارج الكويت في البحرين. نعم. ممتاز. الإنجاز الثاني خذينا على مستوى دولة الكويت باللغة الإنجليزية. مركز الأول. والأزرق هذاك عزيز على قلبي، اللي هو أفضل نادي في جامعة الخليج هالسنة. ممتاز. فسعينا له يعني خلال فترة بسيطة حصلنا عليه. وفي هو الدرع اللي هو MUN Model United Nation. حلو. من أصل خمس أفضل خمس مشتركين إحنا حصلنا على جائزة اللي هو هذا اللي هنا. نعم. Model United Nation. حلو. إنزين إبراهيم، على هذه الإنجازات اللي قاعد نشوفها أكيد النادي في أقسام مقسمة مثل أي نادي نشوفه في الكليات والأندية اللي عندنا في الكويت، فقول لنا عن أقسام نادي المناظرات. عندنا إحنا أربع أقسام. قسم العلاقات العامة اللي مهتم بشؤون يعني الرعايات والعلاقات الخارجية مع الشركات، وعندنا بعد قسم الإعلام، قسم الميديا اللي هو رئيسته شوق. هي يعني مختصين بتصوير وإعلامية النادي وتويتر وإنستغرام وهالسوالف. وأنا رئيس قسم التدريبات، يعني نهتم بتدريبات يعني تدريبات حق المناظرات وغير المناظرات، يعني شلون أنت تزيد الطلاقة اللغوية لك عندك، وشلون أنت تقوي نفسك توقف قدام الناس. وبعد في قسم اللي هو الإيفنت كوردينيتر اللي ينظم الدورات يعني الندوات اللي تصير عندنا بالنادي. ممتاز، الله يعطيكم العافية. شوق، بالنسبة لفعالية كويت اليوم، كلمينا عن هذه الفعالية اللي إن شاء الله راح تكون خلال الأيام القادمة. كوت اليوم. كوت ولا كويت؟ كوت اليوم. كوت. احنا جمعنا بين القديم واليوم. كوت واليوم. كوت واليوم. كوت اليوم أنا حبينا أن طلبة الجامعة وحتى مو بس طلبة الجامعة، أن الناس كلها تشترك بهالمعرض، من بوثات، من فعاليات. فيها أكثر من شغلة، فيها من مفاجآت. أوكي. ما نبي نقولها الحين، نبي نشوف الناس في المعرض. مفاجأة واحدة نقول ولا لا؟ يصير عبد الله الرئيس ولا ما يصير؟ أنا أشوف إنه ما يصير. أوكي خلاص، نحترم كلمة الرئيس. فيها وايد أشياء، فيها فعاليات، نبي الستودنتس أو الطلاب يشاركون بهالإيفنت. ممكن بس إنه موضوع إنه دوام. والله مسويين تكسرون الروتين. يعني حتى احنا كسرنا الروتين اللي هو بس مناظرات. صح. طلعنا من هذا الاطار وحاولنا نسوي اللي هو الكرنفال. حلو. كوت اليوم. أي. تاريخ 10 و11/2. زين عبد الله، شنو الهدف الاساسي من هذه الفعاليه اللي بنقول توصلونه للناس او للطلبه بشكل عام؟ مناسبه الاعياد الوطنيه،
واحنا حاولنا نغير الروتين اللي هو بس دور المناظرات والدورات اللي نقدمها والندوات والمناظرات، حاولنا نسوي شيء يعني خارج الاطار. ما في وايد فعاليات او كرنفالات صارت بجامعه الخليج، فحبينا ان نسوي هالكرنفال وان شاء الله ينجح ان شاء الله. لا متاكد بوجود شباب مثلكم، متاكد انه راح ينجح. خلينا نوصل رساله ان الطالب قاعد يروح الجامعه مو بس يدرس، في فعاليات قاعد يسويها وينجزها، بالنهايه تبني شخصيه عنده قويه. ابراهيم يا ليت تقول لنا الفتره اللي راح تصير فيها هذه الفعاليه والتواريخ. التواريخ هي 10 و11 2 شهر 2، راح تكون هي ويكند ومن الساعه 5 للساعه 10 بالليل. وطبعا هم يعني تكون هي فعالية معرض وبوثات، ويعني اللي يبي يحجز له حلو يتواصل معنا. لحق الان اي المشاركات مجانية ابراهيم ولا في رسوم؟ هي بس في يعني في رسوم بسيطة، هي تأمين الجامعة. حلو. اللي يعني الجامعة تحتاج يعني ترجع له بعدين. اي ترجع له بعدين. ممتاز يعني. حلو. وبس يعني ما سهل هذا اتوقع يعني دعم شيء مشاركة فري يعني شيء وايد حلو. شوق بالنسبة حق هذه الفعالية قاعد اقول الساعة 5 راح تكون لمدة يومين، ولكن هل راح يكون في محاضرات للطلبة؟ وشغلة ثانية ابي اعرف، هل اي شخص يقدر يحضر هذه الفعالية ولا فقط للطلبة بالجامعة؟ اول شيء هو راح يكون ويكند، يعني راح يكون يوم جمعة وسبت. حلو. فما راح يكون في كلاسات. ثانيا الكل يقدر يشارك سواء من الجامعة او برا الجامعة، اللي حبيب اهله معاه، الوالدة، الوالد، اي احد، بالعكس حياهم الله وشرفونا. حي الله يحييك، وان شاء الله انا راح ازوركم. لكن راح اشوفكم معاكم بعد الجامعه عشان نسوي تغيير حق فقرتي اللي كل احد الجامعه معاكم شباب، ونسوي تغيير حلو ان شاء الله. عبد الله، بموضوع هذه الفعاليه من شوي تكلمت تبي تكسر الروتين للطلبه وتبي تبين للناس انه ما في الموضوع هذا انه مو بس دراسه. فايش كثر قاعد تشوف انت الطلبه قاعد يستفيدون مثل هذه الفعاليات اللي قاعد تسوونها وتخدمونهم داخل الجامعه؟ احنا قاعد نتعب وهم قاعد يرتاحون، وبالعكس هذا وايد شيء يعني قاعد يسعدنا. انتم قاعد تتعبون وهم يرتاحون؟ احنا قاعد تعبنا يعني بالضبط، التعب هذا وناسه. قاعد نشتغل من الصبح لليل بالجامعه. حلو. ومكتبنا قاعد نحس الوضع وناسه، ما قاعد نحس ان تعب واحنا كارهينه، تعب يونس. قاعد نشتغل طبعا متعاونين كل الاقسام مع بعض، البنات والشباب. في واحد يروح حق الشركات، في شخص يروح حق المصانع، في شخص يتعاون او يتعامل مع الاداره، فمنظمين الشغل بيننا. حلو. ونشوف يعني الحمد لله ناتج او ريزلت يعني شيء طيب، منهم انه قاعد يمشون وقاعد يقولون نادي المناظرات قاعد يسوون لنا اشياء تونس، وما قاعد نحس انه بالضبط احنا جامعه، قاعد نحس احنا بالضبط انه كنا مول، كنا قاعد ندش مكان يونس، قاعد نحب انه ني ندرس، فشيء زين. انزين نادي المناظرات هل هو هذا النادي فقط مختص خلينا نقول في المناظرات، ولا تسوون امور ثانيه للطلبه؟ احنا قاعد نسوي اللي هو المناظره يعني الشيء الاساسي. الشيء الاساسي المناظره. حلو. نسوي دورات تدريبيه كيفيه الاقناع وغيرها من الامور، وعندنا اللي هو الندوات، الندوات طبعا بشكل عام. وشهر 2 طبعا عندنا ملحمه وطن، هذه يعني موجوده بخطتنا بكل سنه. والكرنفال هذا اللي حاولنا نطلع من الاطار. حلو. فغيرنا شويه. ممتاز. زين ابراهيم، بالنسبه للي يقول ما عندي وقت ما بين دراستي وما بين اني انا اسوي فعاليات وانشطه داخل الجامعه، فكلمه توجهها للشباب اللي عندكم الجامعه حابينهم يدخلون داخل هذا النادي مثلا ويشاركونكم ويكونون جزء من النجاحات اللي قاعد تقدمونها للطلبه، لان انتم بتتخرجون بالنهايه. صح. في ناس راح تمسك هذا النادي. فشلون الطريقه اللي يقدرون يشتركون معاكم فيها؟ طبعا احنا كل سنه كل بدايه كل كورس نفتح باب التسجيل حق الطلبه يعني كلهم، ونسوي لهم مقابله. وطبعا سالفه الوقت انت هذا شيء راجع حق الطالب نفسه، واتوقع كل انسان يقدر يرتب وقته اللي يقدر يوافق بين دراسته وشغل النادي او يعني هي عشان تضيع وقتك، يعني بدال لا تقعد تدور وتتمشى وما عندك مكان ولا تضيع، عندك شغل تسويه وانت مستانس وتوافق بينه وبين هذا، تكون شطاره على شطاره الطالب نفسه. يعني ما في شيء، ما في انسان اتوقع انه ما يقدر يوافق بين هذا شغله ودراسته. في ناس يقول يعني يتشكى من هالسوالف مثل ما قلت، بس هي اتوقع انها وايد سهله، وايد سهله، ما تحتاج انك شويه يعني تركيز، تركز بشيء عشان يعني تقدر توافق بينهم. تركز شويه بالدراسه وتركز حسب ترتب وقتك يعني باذن الله. شوق بالنسبه لك، ان هل انت ودي اعرفها العنصر النسائي الوحيد في هذا النادي، ولا متعودين على انه يكون اغلبه ممكن يكون في شباب في النوادي هم اللي يهتمون في هذه الامور، والبنت تحب انها تهتم اكيد، ولكن الشباب ما يعطونها مجال يمكن. فنبي نعرف هل انت العنصر الاساسي في هذا النادي ولا في غيرك؟ لا بالعكس، انا يمكن اخير وحده دشت، يعني ايدد وحده. اوكي. ما شاء الله في بنات يعني وايد قويين بالمناظره، الله يذكرهم بالخير. مثلا عندنا شجن
المنصور، عندنا فاطمة صباح، أوجه لهم تحية، وفي بعد وايد ناس أنا راح أظلمهم يمكن إذا ما قلت أسامي، إحنا ما شاء الله بنات وايد مجموعة كبيرة. إي فما شاء الله يعني بالمناظرة شيء ثاني يعني، وأتوقع أن أشجع أي بنية هم تدش المناظرات عشان يعني تكسر حاجز الخجل طبعا. لأن أكثر شيء البنات هم اللي توترون مثلا ما تقدر تحكي قدام شاب أو شيء كذي أو تتعامل معاه بالجامعة، فهذا راح يساعدها أصلا أن هي تتعامل مع الجنس الثاني او يتعامل مع مثلا البنات، لان حتى احيانا في بعض الشباب ما يعرفون يتعاملون مع البنت، فهذا يعطيهم ثقه بالنفس شلون يقدرون يتعاملون مع الجنس الثاني معاهم سواء في الجامعه، وبالنهايه طالب نفسه راح يتخرج راح يروح يتوظف في مكان فيه مجموعه من البنات والشباب بالضبط. وصلنا الختام معكم، في كلمه اخيره حابين توجهونها تقولونها خلال هذا اللقاء عبد الله. باسمي واسم نصرتنا بالمناظره نشكر قناه الراي، قناه الراي سباقه بدعمها للشباب، وشكرا على هذه الاستضافه. حياك الله منور ابراهيم. والله بعد مثل ما قال اخوي عبد الله ان نشكر قناه الراي ورايكم شباب على هذا الدعم، وطبعا انتم دائما داعمين حق المعارض والايفنتات والانديه الجامعيه والشباب، يعني دائما احنا نشكركم يعني معكم قلبا وقالبا. شوق يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. ولازم تجي الكرنفال ان شاء الله، سواء كتغطيه ومن غير تغطيه راح اجي ان شاء الله. كل الشكر لكم، عبد الله الشربتي رئيس نادي المناظرات في جامعه الكويت، وابراهيم الفويرس عضو نادي المناظرات في جامعه الخليج، انقل جامعه الكويت جامعه بالنهايه احنا بالكويت، وشوق عبد السلام عضو نادي المناظرات في جامعه الخليج، يعطيكم العافيه وموفقين يا رب. مستمرين في تغيير في حلقتنا لليوم، ولكن زميلتي دانا بعد الفاصل.